بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الفيديو الاولاني يكون فاتكم كويس. هنكمل ان شاء الله النهارده مع بعض شرح الامتحان التاني. بس كان في حاجه نسيت اقولها لكم في الفيديو اللي فات، اللي حابب يقرا برضه الماتيريالز نسيت اقول لكم، بس على ارقام الشبات اللي علينا من الماتيريال بتاعت الاي سي ان دي 1 و 2 اللي هما الكتب اللي انا كنت قلت عليها. حدش اتخض من عدد الشباتة، اعتقد ان ممكن يكون كافي ان انت تتفرج على الفيديوهات وتفهم بس مبدئيا عشان الامتحان، بس دي حاجه ليكوا انتوا بعدين. الموديول 1 بيبتدي من شابتر 2. الشابتر ده بنمشي مع بعض لغايه لما نوصل لشابتر 9 اللي هو ده، يبقى من شابتر 2 لشابتر 9 بالاضافه للشابتر بتاع الاي بي اللي هو شابتر 12. ده في كتاب اي سي ان دي 1 اللي هو اي سي ان دي 1، لكن الكتاب التاني اي سي ان دي 2 ده مش علينا منه الا جزء في شابتر، هما تقريبا 7 صفحات يعني، ده وده ده شابتر 5 علينا فيه من صفحة 202 ل 210، بس دول كلهم اللي علينا بالنسبة للكتاب الأولاني لو اي سي ان دي 1. اهم حاجه الشابتر الاولانيه، يعني اهم حاجه لغايه شابتر 6. بعد كده اللاند سويتشنج هو يعني شابتر 7 ممكن يكون مهم شويه، لكن الشابترين اللي بعديهم دول ممكن يتلموا ببساطه، هو مش حاجه خالص يعني. مهم، ما علينا من الكلام ده كله، فيكس ما اعتقدش ان في وقت ان حد يقرا الكلام ده. خلينا نبتدي على طول في الاسئله، دايما الاسئله معانا في الكليه بتجي من الاخر يعني. كان في حد طلب مني المرة اللي فاتت إن أنا أشرح السبنيتنج، فأنا هقول السبنيتنج بسرعة كده. اللي حابب يسكيب الحتة دي عديها في الفيديو، حابب يسمعها من الأول مفيش أي مشاكل. تعالوا الأول نبتدي نقول هو إيه هو بالظبط الـ IP address. الـ IP address هو عبارة عن 32 بيت address، الكلام ده طبعا عارفين. طيب هو الـ address اللي موجود جوه الـ network portion، وزي ما ربطناه في الأمثلة اللي قلناها في الفيديو إن هو بيعبر عن العنوان، وقلنا إن إحنا لو عايزين مثلا نعمل نظام عنوانة لعنوان بريدي، أو لو هنبعت بريد أو ميل، الميل ده لازم يكون الحاجة متقسمة، مثلا أنا هبعت في مصر، ومصر دي متقسمة محافظات، المحافظة دي متقسمة أنا جوه أحياء، من الحي أول مثلا الحي لأي عدد، والحي نفسه متقسم بلوكات 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 من الشقق، وجوه بلوك بيبقى فيه رقم الإيه؟ رقم الشقة. فالنظام ده كده اسمه نظام هيراركي أو نظام الشجرة، لأن حاجة كبيرة متفرع منها كذا حاجة، وفي ليفل في الموضوع، فلازم يكون الـ IP عنده نفس الخاصية اللي هي من خاصية الإيه؟ إن هو يكون هيراركي، لازم يكون فيه رقم بيعبر عن الحي ورقم بيعبر عن العمارة، وهو ده فعلا اللي موجود. وقلنا ان الاي بي ادرس هو هيكون ثابت على مدار الشبكة كلها او مدار الترانسميشن بتاعي كله. طيب لو انا عندي، تعال نتكلم عن الاي بي. الاي بي ده هيكون عبارة عن 4 اوكتت، كل واحد بيبقى 8 بت او بيبقى 1 بايت، فهنا بيبقى عندي 8 علينا دوت 8 دوت 8 دوت 8، تمام. طيب الاي بي انا عندي حقية ان انا اعمل اي حاجة فيه، اخليه اي رقم، فده معناها ان لو انا عندي هنا الحقية ان انا اعمل اي حاجة، فانا ممكن هنا امشي من 0 ل 255، وفي الاوكتات اللي بعديها من 0 ل 255، والاوكتات اللي بعديها من 0 ل 255، ومن هنا من 0 ل 255، ده الاي بي ادرس بتاعي. وتفرق بقى خطواته ايه؟ مش هتفرق معايا. طيب قلت لكم من شويه ان لازم يكون في نظام هيراركي او نظام الشجره اللي انا هستخدمه ده عشان احدد رقم الحي ورقم العمارة. طب ده مبدئيا اصلا اسمه ايه في الاي بي؟ ده بيبقى اسمه ان انا بحدد عدد بيتس من البيتس بتاعه الاي بي
وبقول ان العدد ده مثلا اسمه النتورك بوش، وده اللي هيحدد لي رقم الحي او النتورك اي دي، وهيبقى الباقي بالطبيعه هو الهوست بورشن او الهوست اي دي، وده اللي بيحدد لي رقم البي سي او رقم الشقه اللي انا هوصل لها. طيب تمام. تعالوا، طب احنا بنحدد ده ازاي؟ بنحدد ده عن طريق حاجه اسمها السب نت ماسك. طبعا كلكم عارفين السب نت ماسك، الكلام ده مش جديد. طيب ايه هو السب نت ماسك؟ هو برضه 32 بت. احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها هوست بورشن وان في حاجه اسمها نتورك بورشن. تمام، الهوست بورشن هيكون كله وانس، والنتورك لا سوري، الهوست بورشن هيكون كله زيروز، والنتورك بورشن هيكون كله وانس. بمعنى اصح، او اي لما احط تحت اي بت 1 يبقى انا بقول ان البت دي في الاي بي نتورك بورشن، ولما احط تحت اي بت 0 يبقى انا بقول ان الاي بي دي يبقى البت دي في الاي بي نت هوست بورشن. فتعالوا نكتب الاي بي والسبنت ماسك فوق بعض تاني. لو قلنا ان ده الاي بي، وده السبنت ماسك. طيب احنا اتفقنا ان ال1 هيبقى هوست بورشن ال1 هيبقى النيتورك بورشن وال0 هيبقى الهوست بورشن. فمثلا لو انا حطيت ده 1 لو انا حطيت اول 8 دول 1 تمام، حطيت دول زيهم، يبقى انا كده بقول ان اول 2 اوكتات دول بيعبروا لي عن الايه الهوست بوش. طب خلينا ناخد مثال بالارقام عشان الموضوع يبقى واضح شويه. لو انا عندي مثلا اي بي ادرس 192.168 32 مثلا دوت 2، تعالوا نحول ده المفروض احنا نحول ده لايه؟ لباينري. ف تعالوا نقول السبنت ماسك بتاعه مبدئيا هيبقى 255.255.255.0. طيب ال 129 دي بتبقى 1 و7 اصفار. وال 168 تكون 1 0 0 1 تمام، وال 32 وال 2 هتكون تمام. السب نت ماسك بقى بتاعها هيكون ايه؟ مش احنا قلنا 255 255، يبقى انا حطيت كل الثمانية وحايد تمام، يبقى انا الاي بي ادرس بتاعي هو اللي فوق بعد ما حولت الباينري والسب نت ماسك بتاعي اللي تحت. طيب معنى ان انا حاطط وانز هنا يبقى الجزئيه دي كلها هي الايه نتورك بورشن. طيب انا عايز اعرف الشبكه دي فيها كام جهاز وكام كام نتورك. طيب اللي واضح ان الشبكه دي كلاس سي، طبعا احنا عارفين الكلاسز، فالموضوع هنا واضح شويه. انا هنا عندي ايه هو الهوست بورشن، ايه هو النتورك بورشن، الهوست بورشن قصدي هو الجزء ده. فالهوست بورشن عندي اوكتت كامله، فالاوكتت الكامله اصلا بتمشي من 0 ل 255، فيبقى انا عندي كده ايه 255 ايه احتمال او 255 جهاز. طب المشكله بقى هنا،
انا هنا عندي كل جزء بيمشي من صفر 255. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا همشي في الاوكتت دي من صفر ل 255، وفي كل واحده فيهم همشي فيها 255 هنا و255 هنا، وفي كل واحده فيهم همشي 255 تاني. طيب بغض النظر عن كل ده، لان ده ممكن يكون كلام يلخبط، انا عايز اجيب من الاخر انا احسب النتورك بوشن او الهوست بوشن ازاي. طيب الفكره كلها ان تعرف الكواكب حاجه، تعرف الكواكب بالتروث تيبل اللي احنا كنا بناخده في الكليه من اول السنه. التروث تيبل ده كان بيبقى عباره عن ايه؟ 2 بيتس او 3 بيتس مثلا. فتعالى نتخيل ان هو بيت واحده اللي هي اكس، الاكس دي فيها احتمالين، يا تبقى 1 يا تبقى 0 يا تبقى 1. طيب ده معناها ايه؟ ان انا عندي 2 باور 1، انا عايز اجيب الاحتمالات، فده معناها ان 2 باور 1 هتديني احتمالين، وهو ده فعلا صح، انا عندي احتمال يا صفر يا 1. طيب لو كانت الترو تيبل بتاعي مكون من 2 بيتس فهيكون مثلا 0 0 وبعدين 0 1 بعدين 1 0 بعدين 1 1. عارف ان الكلام ده ممكن يكون معظمكم عارفينه، بس خلينا برضه، انا كده عندي 2 بيتس، ف 2 باور 2 هيديني 4، وهو ده فعلا انا عندي 4 احتمالات، وهكذا. لو بقى عندي 3 يبقى عندي 2 باور 3 8، وبقى لو عندي 4 يبقى 2 باور 4 يبقى 16. فعدد البيتس عشان اجيب احتمالات عدد من البيتس بعمل 2 باور عدد البيتس دي. تمام، تعالوا بقى نرجع للمثال بتاعنا. انا عندي هنا كام بت بيمثلوا لي النتورك بوشن او رقم الحي او رقم الشبكه بتاعتي او عدد الشبكات اللي عندي. طب انا عايز اجيب عدد الشبكات، اعمل ايه؟ اعمل 2 باور، انا هنا عندي كام؟ 8 في 3 يعني عندي 24. ساعتها ده اللي هيديني عدد الايه؟ ده 16 مليون وشويه. تمام. طيب المثال ده واضح لان ده اصلا على ديفولت سبنيتنج كلاس سي، وكلاس سي ده واضح. طب خلينا نخلي الموضوع شويه معقد. تعالوا نقول ان احنا عندنا مثلا 10.0.0.0 وال10.0.0.0 دي مقسمينها 255.255.224.0. تمام، خلينا ناخد الاول العشرة دي، العشرة دي باينري يعني هتبقى 4 صفار 10 10 او 5 صفار 1 0 1 0، بعد كده كله صفار، طيب السبنت ماسك ده هيبقى ايه؟ هيبقى أول أوكتيت كل واحد، وبعدين تاني كل واحد، التالت هيبقى 224. 224 دي بتبقى كام عندي في الباينري؟ هتبقى 3 أصفار 1 2 3 4 5. تمام. طيب خدوا بالكم بقى، أنا هنا قايل إن في الهوست بو في الأي بي بتاعي دول بس اللي بيحددوا لي النتورك، لكن دول اللي بيحددوا عندي الهوست. فانا الدنيا عندي هنا مش واضحه زي ما كانت واضحه فوق، لان هو ده بقى الفاريبل سبنيتنج. ساعتها انا عايز اجيب عدد الهوست بوشن. طب اجيب عدد الهوست بوشن ده ازاي؟ اعمل 2 باور عدد البيتس المستخدمه. فانا هنا عندي كام بت؟ انا عندي هنا 5 و8، 5 8 يعني 13، يبقى هعمل 2 باور 13 هيديني، يبقى الهوست، يبقى الـ number of hosts هيبقى equal 2 باور 13 اللي هو 8000 8129 192. طيب عايز اجيب بقى عدد الـ networks، يبقى تبقى 2 باور دول 8 و8 16 و3 يعني 19، 2 باور 19 تبقى 52000
1182 في هذه الطريقة. فلو هو بقى اداني اي بي ومش مديني سب نت ماسك وطالب مني، يعني هو لو مش مديني ده مديني الاي بي اللي هو 10.0.0.0 وقال لي انا عايز من ده مثلا 2000 جهاز، هو مش محدد لي سب نت. طب اجيب السب نت ماسك ازاي؟ طيب خدوا بالكم بقى من حاجه، احنا قلنا فوق ان احنا دايما دايما الهوست بوشن، خلينا نرجع لمثال الانسان اللي فوق، الهوست بوشن بيبقى على الجزء اليمين وده بيبقى اللي هو معمول سبيسيفاي بعدد الاصفار، والنتورك بوشن بيبقى على الجزء الشمال. فلو هو طلب مني الهوست بوشن لازم امشي، لو مثلا انا عندي، انا طبعا انا بعمل كونستراكت للسب نت ماسك من جديد، فنتخيل مثلا ان السب نت ماسك هيبقى عندي كله هنا. طيب انا لو هو قال لي عدد الهوست في السؤال يبقى انا همشي من اليمين للشمال، يعني هبتدي امشي كده، هبتدي اخد عدد من البيتس، وكل ما اخد عدد البيت احسب 2 باور عدد البيتس اللي خدته، لو وصل للرقم اللي هو عايزه او اكبر منه يبقى انا كده خلاص خلصت. فهو مثلا طالب ان هو طالب من النتورك دي 4000 جهاز. خلونا كده مع بعض نجرب. فاحنا هنمشي، طالما هو قال عدد الاجهزه يبقى احنا هنمشي من اليمين للشمال، يبقى احنا لو عملنا 2 باور 1 ب 2، 2 باور 2 ب 4، 2 باور 4 16، 32، 64، 128. المهم لو عملنا بقى 2 مثلا باور 12 هتدينا، سوري، هتدينا 4000 وشوية. خليني اقول لكم هتدينا بالظبط كام، اربعة الاف ستة تسعة وستين. لو خدت 2 باور 11 هتديني 2048، فهتديني رقم اصغر من ال 4000. لكن انا اول لما خدت 2 باور 12 فانا خدت من هنا كام بت؟ 12. خدت 8 اولانيين وخدت 4 من هنا، دول كلهم هخليهم ايه؟ اصفار، وهخلي الباقي كله وحي. طب تمام، يبقى تمام. طيب هو انا كده عندي الايه؟ الباينري برزنتيشن بتاعه اللي في كل اللي فاضل ان انا اخد طبعا الاوكتتس دي 255، دول واضحين، لكن هي دي بس اللي انا هحولها، دي هتطلع 240 تقريبا. فيبقى السب نت ماسك بتاعي 255 دوت 255 دوت 240 دوت، وهو دي الاجابه اللي بحطها في السؤال. طيب كده السب نت ماسكينج خلص، فاضل بس نقطه واحده. لما كنا بناخده في التام الاول في النتورك، الفكره كلها ان انا عايز طريقه سريعه جدا تخليني اعرف الشبكه اللي هو مديهاني في ثانيه، وده فعلا احنا خدناه، وده بيكون عن طريق رقم سيسكو مسمياه الماجيك نمبر، والدكتور التام الاولاني سماه البلوك نمبر. فمثلا لو هو مديني 192.168.1.20، طيب قايل لي ان ده على 25. طب على 25 ده يعني هو عندي 255.255.255.128، تمام. كل اللي انا هعمله ان انا هماينس 256 من اخر اوكتت اللي هو 128، فده هيديني كام؟ 128. ده هيديني 128، يبقى انا الجمب عندي ب 128. يبقى الشبكه اللي عندي دي متقسمه جزئين، متقسمه من 192.168.1.0 لغايه 192.168.1.127، ومن 192.168.1.128 192.168.1.255. طيب هو ده الموضوع كله. فبعد ما انا جبت دول، شفتوا لو لاحظتوا احنا جبنا السبنيتنج بتاعها في اقل من 30 ثانيه، وده رقم فعلا اللي سيسكو طالباه. طيب تعالوا نغير مثال ونكتب
مثلا صدمة موس مختلف. لو خلينا ده مثلا 7، 7 يعني هيبقى 192. 256 ماينس 192 يديني 64. يعني أنا بمشي كل ما 64، يبقى هيبقى عندي نفس الرقم ده كده، وهبقى بمشي في آخر أوكتيت من 0 ل 63 من 64 ل 127، وبعدين من 127 من 128 ل 192 وهكذا لغاية لما أوصل ل 255. فيبقى أنا كده جبت برضه الرينج اللي أنا ممكن أمشي فيه في الأجهزة. لو لقيت بقى في الأسماء اللي عندي إن أنا عندي نفس الـ يعني في نفس الشبكة أو في نفس النتورك أو خارج نفس الانترفيس بتاع الراوتر، اتنين جهازين عندهم اي بيز في رينجات مختلفة عن بعض، ده اللي بيعمل لي المشكلة في الكونكتيفيتي. يعني مثلا لقيت ان في نفس الشبكة مع بعض جهاز واخد دوت 20 وجهاز واخد دوت 70، يبقى ده واخد من الرينج ده وده واخد من الرينج ده، وهو ده اللي هيعمل لي المشكلة. يا رب تكون حتة السبنيتنج وضحت بالنسبة لكم كلها. خلاص انا كده خلصت. يلا بقى نبدأ في الأسئلة. السؤال الأول بيقول لو إحنا عايزين نوصل راوتر بسيريال انترفيس، الراوتر ده السيريال انترفيس ده هنعمل له كونفيجر لكلوك فيد. طيب الطبيعي عندنا خالص إن إحنا لما يكون عندنا، لو تفتكروا برضه في التيم الأول خدنا إن لازم يكون عندنا دي سي إي دي تي إي وبعد كده دي سي إي وبعد كده في الناحية التانية في دي سي إي وبعد كده دي تي إي. الحالة الوحيدة اللي أنا بشيل فيها حاله اللي بشيل فيها الدي سي اي لما استخدم الراوتر نفسه كدي سي اي، او بمعنى اصح او بمعنى ادق بستخدم الانترفيس نفسه كدي سي اي، وهو ده اللي هو بيقوله لي في الحته دي. فانا بستخدم السير الانترفيس نفسه كدي سي اي، وساعتها لازم اكونفيجر الراوتر نفسه بامر، والامر ده بيبقى اسمه كلوكيت وبيبقى جوه السير الايه الانترفيس بتاعي. تمام. السؤال الثاني بيقول كاتب كونفيجريشن وبيقول لي انت تاخد ايه من الكونفيجريشن دي؟ طب الكونفيجريشن دي كنا بنكتبها امتى؟ دي كنا بنكتبها لما نيجي نعمل كونفيجر لتيل نت على الراوتر بتاعنا. طيب انا لما اجي اعمل كونفيجر بقول له ايه؟ باجي في الكونفيجريشن مود واقول له لاين في تي واي 0 3. 0 3 دي مش ثابته، انا ممكن اقول 0 10 0 12 0 11. طب ايه الرقم ده؟ الرقم ده بيحدد عدد اليوزرز اللي ممكن يدخلوا على الجهاز في نفس الوقت. اتفقنا ان التيل نت دي اصلا تبقى عباره عن ريموت اكسس. طيب لا يمكن يكون في ادمنستريتور واحد بس على الجهاز، ممكن يكون في كذا حد في الشركه ليه كذا اكسس. فهل انا بقى كواحد بكونفيجر السويتش او الراوتر لازم احدد عدد الناس اللي تعمل تيل نت في نفس الوقت؟ فانا هنا عامل من 0 ل 3، يعني 0 و1 و2 و3، يعني انا عامل 4 يوزرز بس هم اللي يدخلوا على التيل نت في نفس الوقت. بعد كده بكونفيجر باسورد وبقول له حط لي الباسورد دي على الايه؟ على اللوجن. طب هو بيسالني طب الامر ده كده بيعمل ايه؟ طيب اول حاجه بيقول the entire هقع معاكم واحدة واحدة واقول لكم دي ليه ما تنفعش ودي ليه تنفع. the entries specify 3 تيل نت لاينز فور ريموت اكسس. هي ما بتعملش سبيسيفاي لتيل نت لاينز، هي اكشولي بتسمح لاربعه يوزرز يدخلوا في نفس الوقت، فده غلط. the entries specify for تيل نت لاينز فور ريموت اكسس. اللي فوق هي فعلا ما كانتش تعمل 3، لكن هي بتعمل فعلا 4، لان هي من 0 ل 3 زي ما قلنا. The entry set the console and telnet password to Cisco. لا، هي بتعمل التلنت باسورد بس لسيسكو او 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 سي 1 3 سي او، لكن ما بتعملش الكونسول، لان الكونسول انا بعمله بانيبل سيكريت او انيبل باسورد. التلنت اكسس will be denied because the telnet configuration is incomplete. لا، التلنت configuration دي فعلا كامله. الحاجه الاخرانيه access will be permitted for telnet using Cisco، وده فعلا صح. تمام. السؤال ده متعاد، السؤال ده متعاد. هنا بيقول لي بالنسبة للرسمة دي نتورك تكنيشن بيحاول يحدد الاي بي الصح اللي يتحط الهوست ايه. طيب احنا اتفقنا من شوية ان لازم تكون
الانترفيس اللي متوصل بالراوتر كلهم نفس الايه السبنت. فهو هنا كاتب لي ان النتورك دي السبنت بتاعتها 1.2.192.168.18 على 28. طب ايه التكنيكس بتاعت الاناليسز المعروفه؟ لازم اعرف الاول الفينجز بتاعت الايه بتاعت الشبكه بتاعتي. فهو مديني هنا 192. تعالوا نرجع للدوكيمنت تاني. واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية مية تمنتاشر على 28. بغض النظر عن التمنتاشر دي، احنا اتفقنا 28 دي، يعني انا عندي سبنت نطاق ماسك 255.255.255.240، لان انا واخد 4 بيتس عن السبنت ماسك الديفولت بتاعي. ثانية واحدة وهبقى معاكم. بالظبط هي كده بالظبط فعلا 240. كنت بتأكد بس ان 28 هي 240. تمام. طيب يبقى 256 ناقص 240 هيديني 16. يبقى انا عندي بمشي من 192 دوت 168 دوت 100 دوت 0 16 دوت 32 دوت 64 دوت 96 وهكذا. طيب يبقى هي دي دول النتورك اي ديز. لو خدت رقم، اعتقد انتوا عارفين احنا ليه في الاخر بنعمل اتنين. لو احنا بنجيب الهوست بورشن احنا بنعمل اتنين باور ان ماينس 2، لان في رقمين في الهوست ما ينفعش تاخده. هو اول رقم اللي هو بيبقى صفر وده بنسميه نتورك اي دي، واخر رقم اللي هو بيبقى بنسميه برودكاست اي دي، وده اللي بيبعت مسج للناس كلها. فهنا صفر ما ينفعش يستخدم و15 ما ينفعش يستخدم. فتعالوا نرجع بقى للمثال بتاعنا تاني. احنا كاتبين الرينجز قدامنا اهو، تمام. خدوا بالكم هو مدي الراوتر ده اللي احنا دايما بنسميه جيت واي، ودي حاجه شرحناها بالتفصيل في الفيديو التاني. 192.168.100.17 تمام. كويس قوي. هو كده واخد من انهي رينج؟ اعتقد ان هو كده واخد من الرينج ده. فانا لازم ادي الديفايس اي دي من الرينج ده. فعشان كده انا كان لازم اعمل التقسيمه دي عشان اعرف الرينجات بتاعتي. طيب تعالوا نشوف الاوبشنز اللي هو مديهاني في الايه في السؤال نفسه. اول اوبشن ان هو هيدي له 19 100 دوت 19. طيب 19 دي مبدئيا موجوده معايا في الرينج بتاعي، بس هنا الديفولت جيت واي السبنت ماسك هو عامل له كونفيجر غلط، والديفولت جيت واي كمان هو عامله لكم في غلط. فاول واحده ينفع. طيب تاني واحده هي الوحيده اللي تنفع، لان هو حاطط الجيت واي بتاعه اللي هو ده اللي هو ده هنا هو ده تمام، وحاطط اي بي من الفينج اللي احنا حددناه في الاول عن طريق الحسابات بتاعتنا. لو قعدت تمشي في كله هتلاقيه كله برضه ما ينفعش، يا غلط في الحت في الجزئيه اللي احنا فيها، يا غلط في الايه في الديفولت جيت واي. يعني مثلا لو خدنا اخر واحده دي هتلاقوا 100.31 ده البودكاست اي بي بتاع الشبكه اللي انا في الرينج بتاعها، مش دي ماشيه من 16 ل 31 واحنا قلنا ان اول واحد هو 16 واخر واحد 31 ما استخدمش، عشان كده دي ما تنفعش. وهكذا برضه ابلاي نفس الاول على الباقي. تمام. السؤال ده متكرر قبل كده. السؤال ده سهل، بيقول لك انهي مود احنا بنستخدمه عشان نعمل كوبي من الرانينج كونفيج الستارت اب كونفيج. هو مود الاي اكس اي سي الاكسكيوتيف، هو المود اللي في اوله هاش مش الكونفيجريشن ولا اليوزر. تمام. السؤال ده متكرر شرحناه المره اللي فاتت. السؤال ده هو كل اللي بيعمله ان هو عايز يتاكد انت فاهم في امر في البي سي اسمه تريسوت ولا لا. خليني اعمل لكم الامر، سوري خليني اعمل لكم الامر بتاع تريس فود ده.
واقول لكم هو بيعمل ايه. التريس فود ده ببساطه هو اما بيخليني اتتبع مسار الباكت. فمثلا هو هنا في المثال بتاعي ده انا هبعت من بي سي 1 لبي سي 4. طبعا شبكه النت بتبقى معقده جدا عن كده، هو بيدي مثال عشان يمدحنا مش اكتر. فهو كل ما يعدي على انترفيس باي بي بيروح بعته لك تاني. طيب خلينا نجاوب على حاجه فعليه. فمثلا لو انا كتبت تريس روت، ده الام بتاعها في الدوس، مثلا ياهو دوت كوم، اول حاجه عدى عليها فودافون بوكس، ده الراوتر بتاعي انا بالجيت واي بتاعي انا. بعد كده عدى على انترفيس فيها الاي بي ده، وهيفضل كل ما يعدي على انترفيس فيه اي بي يديني الاي بي بتاعه. وطبعا الملي سكند ده الوقت اللي بياخدها عشان يوصل. النت عندي بطيء شويه بس النهارده معلش. احيانا لما يوصل لاي بي هات ليها اسماء بيكتب جنب الاي بي اسم السيرفر. يعني مثلا شوفوا هنا كتب ايه، اكستشينج سي او تي انجن، ساعات بيكتب بقى اسماء المدينه نفسها اللي السيرفر ده موجود فيها. هو عمال يعمل ليست للسيرفرات اللي هو عمال يعدي عليها لغايه لما يوصل للسيرفر الاخراني خالص اللي انا باخد منه خدمه الياهو. هو كده خلاص خلص، وهو ده اخر سيرفر خالص، سيرفر رقم انا بعدي على 17 اي بي او 17 راوتر او 17 انترفيس لغايه لما اوصل للايه، للياهو سيرفر. فهو هنا بيقول لي انا هنا عملت تريس فوت من بي سي 1 لبي سي 4، فيقول لي انهي ديفايس هو اللي هيبعت لي الاجابه بتاعتي بتاعت اول تريس فوت باكت. فالبي سي ده هيبعت للندن ولندن هيرد عليه، وبعد كده لندن هيبعت لباريس وباريس هيرد على بي سي 1. فاول حاجه هتقابله في وشه ايه؟ هي لندن. انت عايز ايه يا عم؟ طيب خلاص تمام. السؤال اللي بعديه، السؤال ده سهل مش اي حاجه. هنا بيقول بي سي از كوميونيكيتنج وذ بي سي 1 ريموت نتورك. تمام، هنا بيقول انهي اكشن اللي هيساعدني ان انا احدد الباس ما بين الهوست اللي هو الهوست ده والهوست ده. انا لسه حالا قايلين نفس الام اللي هو ام تريس فوت، ان انا لو النتورك بتاعتي كبيره جدا جدا وفي اوتارات كتيره جدا جدا متوصله ببعض والداتا بتاخد باس معين، انا بضاعفها عن طريق التريس فوت. تمام، ده سؤال حفظ كده عادي يعني. تمام، السؤال ده سهل جدا مفيش اي حاجه. بيقول لي ان في الصوره اللي قدامك الهوست السي ودي في الاديوكيشن بيقدروا يوصلوا لبعض، لكن ما بيقدروش يعملوا اكسس للهوست اللي في الاكونت اوفيس ده، فالكونكشن دي فيها مشكله. احنا المفروض نتبع نفس الاناليسز اللي احنا بنعمل له اناليسز كل مره، ونمسك كل سب نت، نمسك كل نتورك نعمل لها انالايز ونشوف هما في الانج صح ولا هما في انجات غلط. لكن من اول وهله كده، دي دايما اول حاجه عايزكم تبصوا عليها لما تبصوا على الاسماء، لما يكون في اي بي هات وانتم شاكين ان اي بي هات اللي تكون غلط، بصوا على السب نت ماسك. هتلاقوا ان هنا السب نت ماسك 25 25 25 25 كده صح، 25 25 25 26، يبقى هو الغلط هنا.